كلودي أبي حنة، يعني هناك 4 إصابات لوافدين لبنانيين قادمين من بلدان الاغتراب. الصورة لديك، هل هناك أعداد بإصابات أكثر من ذلك وأعداد الوفيات؟ الإحصائيات الرسمية وإجراءات الإغلاق أيضا. في الواقع صفر لدى المقيمين اليوم، كانت هذه النتيجة إيجابية جدا بالنسبة إلى مصادر وزارة الصحة. والإصابات الأربع التي تم تسجيلها لدى الوافدين، هذه الإصابات تم نقلها بسرعة إلى أماكن العزل. أما الحالات السلبية التي كانت على متن الرحلات التي تم تسجيل إصابات فيها، فهذه الحالات أيضا سوف تخضع للحجر. إذن إجراءات مشددة جدا تتبعها وزارة الصحة لمنع انتشار هذا الفيروس. ولكن الوضع الخاص في لبنان أن هذا الفيروس، مواجهة هذا الفيروس، هو في سباق مع الأزمة المالية وتراجع سعر صرف الليرة، لأن المحتجين عادوا إلى الشوارع ونشهد تظاهرات في أكثر من منطقة لبنانية لا يتم فيها الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي الضرورية لمنع انتقال العدوى. لذلك المخاوف والهواجس موجودة لدى وزارة الصحة العامة، وقد عبر عن ذلك في كلمته إلى اللبنانيين بعد ظهر اليوم رئيس الحكومة، من أن نشهد موجة ثانية من انتشار الفيروس في لبنان، وهذا الأمر سوف تكون كلفته كبيرة. بعدما نجح لبنان وبرز بين دول المنطقة من أنه تمكن من البقاء في مرحلة احتواء الفيروس وليس انتشاره الواسع. نعم، هذه الصورة في بيروت.